إذا كانت دمشق كتاباً عتيقاً خطه التاريخ، فكل حي من أحيائها هو فصل من فصول هذا الكتاب العريق، وشجرة عتيقة تمتد جذورها في أعماق ذاكرة المكان وروح الزمان. ولكل حي حكايته الخاصة به تحكيها الأزقة. فماذا عن حكاية حي القيمرية؟ يقع حي القيمرية داخل السور العتيق لمدينة دمشق في قلب المدينة القديمة، ويعد من أكبر أحيائها، ويمتد بين مدحت باشا وباب توما والجامع الأموي وقصر العظم، ويتميز ببيوته ذات الطراز المعماري التراثي والتي تبلغ أكثر من 800 منزل بحسب المكتب المركزي للإحصاء. من أبرز معالم الحي باب جيرون والكنيسة المريمية وسوق الخياطين ومكتب عنبر وزقاق الشهبندر ومقهى النوفرة وحمام البكري. واشتهرت القيمرية قديماً بانتشار ورشات صناعة الأقمشة والحرير. المشاوير المسائية إلى القيمرية عادات أساسية للتنزه عند السوريين في دمشق أو عند زائريها، بسبب الانتشار الكبير للمطاعم والمقاهي في الشارع الرئيسي للقيمرية الذي يمتد لنحو كيلومتر. بين بقايا الأزمنة يعبرون هنا على الأزقة المرصوفة في حي يستريح على كتف الجامع الأموي وحول الكنيسة المريمية. هنا يحكي حي القيمرية حكاية الشام للزائرين في زحمة المشاوير المسائية الدمشقية.